بأسلحة ثقيلة وجنود يدركون جيدا معاني الفوز والانتصار لا الهزيمة والانكسار في الحروب المختلفة. هكذا تمضي القوات المسلحة السودانية بعزيمة صادقة وبأقدام منتظمة لتقدم الدروس والعبر في ساحات القتال. فهنا وفي معسكر الوسع غربي مدينة كوستي كانت الفرقة 18 مشاة تحتفي بذكرى مرور 64 عاما على تأسيس أول جيش سوداني من خلال تطبيق نموذج الاقتحام الجوي والبري في مناطق الحرب، بجانب مشاهد أخرى تحكي تاريخ وبطولات القوات المسلحة. ونحن ننفذ أعياد القوات المسلحة ونحتفل بالعيد رقم 64 بالجيش السوداني لسودانة القوات المسلحة، وبدأت بمشاريع عدة منها طابور السير والضاحية، والآن مشروع هجوم الكتيبة، وبالأمس كانت احتفالات الأسر بليلة جهادية كبرى بالفرقة 18 مشاة بنادي الضباط. وشهد الاحتفال تخريج 225 فردا من الوحدات العسكرية المختلفة بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة على أعمال البيادة وخطط الاقتحام في مناطق العمليات، ما قد يسهم في إحداث نغلة نوعية في منظومة التدريب العسكري. يكون في هجوم بتاع كتيبة، وحيكون في تخريج لمستجدي الدفعة 42، وبتتميز الدفعة 42 بأنها بتحوي كل منسوبي الفرقة، يمكن فوقها من وحدات الإسناد عندنا مستجدين متخرجين من المدرعات والمدفعية والدفاع الجوي. 64 عاما مرت على القوات المسلحة في ظل تأكيد قيادات عسكرية ببذل الأنفس رخيصة في سبيل الزود انحياض الوطن. يمكن الفرقة بتنفتح في حدود مسؤولية قرابة 160 كيلومتر مع حدود دولة جنوب السودان. كل القوات جاهزة في استعداد تام لتنفيذ كل المهام اللي بتكلف بها من رئاسة الأركان المشتركة. وتأتي احتفالات البلاد بأعياد الجيش السوداني لتؤكد بأن القوات المسلحة ما زالت على العهد حفاظا على دعائم الأمن والاستقرار حربا وسلما، لتسهم مع آخرين في مسيرة البناء والإعمار لوطن ينشد الرفعة والسمو في كل شيء. من معسكر الوسع غربي مدينة كوسي، صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض.